وبعده ما تحرك وكابتن فارس ما تحركش. رامي خد ال 11 كده. احنا ما بنخافش من حاجه كله كده. توتال كام؟ 75 75 ما شاء الله عليك كابتن فارس. 75 ولسه في الارض. لا قوي قلبك لانه في في وزن. يعني وزن. بلشوا يحسبوا هلا الشباب. 75 و7 7 كيلو. ايوه 82 كيلو. هو معدي 82 مع الكرسي. ايه بسهوله. 82 خليني احط الخمسه. خمسه لا لا خليني احط السته. 6 كيلو. 88 كيلو. انت ما انت ما عم تتحرك انت كابتن. هي الوزن بالكرسي مش بفارس. لا كده قديش صرنا؟ حط كيلو احمد. كيلو؟ اه 89 كيلو. اوف خلي قلبك جامد خش بتمام. 89 انا افكر هيك والله. انا افكر عشان خذ حذرك. اخذ ما انا لو خسرت احمد كسبان. ما هي نفسها 8 97 والكابتن ما تحرك. بتقلي قوي قلبك وانت ما بتقوي قلبك يا احمد. خايف انا. 2 ايه ده؟ مش معقول مش معقول مش معقول. على فكرة بعد ما خلصت يا ريتك ما حطيتش الكيلو هناك. لأنه ثلاثة أكيد رح ينزل. صح كده لحظة بالضبط. حد حتروح بالثلاثة؟ ما فيش غيرها. أخذ ثلاثة أقل رقم وبهالطريقة هي حتنزل. لا إحنا كويسين كده على فكرة. وان تو حطيت بيج بيج تابس. مبروك مبروك مبروك. طبعا لا كانت حلوه كثير. طبعا هي كلها قديش طلع التوتل؟ قديش طلع التوتل؟ ارقام توتل قديش طلع؟ واوزان. مبروك مبروك يا سقا. حلقة كثير حلوة. يعطيك العافية كابتن. فوق ال 100 كيلو. رامي نورتنا وأكيد مبروك لإلك سقا. ال 100 ألف جنيه جايزتك المعتادة. طبعا أنت بدك تتبرع لجمعية معينة. أنا إكراما لمقام الأستاذ رامي. طبعا رامي راجل نجم ومن أجمل الأصوات في الوطن العربي. أنا بتبرع بيها لعياش الطفولة. وطبعا بدنا نحكي إنه عياش الطفولة جمعية صار لها أكثر من 13 سنة ما شاء الله بإدارتك وإدارة الفريق تبعك. أكثر من 2000 طفل عم بتعلمهم لحتى يكون مستقبل لبنان مستقبل أفضل من الشمال للجنوب عبر الطوائف. ويا رب نشوف كل الفنانين كده. تفضل. رح يدعوا لكم بالخير. رح يدعوا لأحمد بالخير. ربنا أنت صار عندك قلب كبير ومساعدات بمصر وبلبنان كمان. Thank you.